نرحب بضيفتنا الكريمة في الاستوديو، نرحب بالأستاذة سمية عبد العزيز عبد الله تنفيذي تسويق في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور، حياكم الله. الحمد لله بخير، حياك الله. ما شاء الله، يعني المهرجان تألق ما شاء الله في هذه النسخة، وهناك تنظيمات واستعدادات وترتيبات ربما قد لا يعلم بتفاصيلها الزوار، ولكن يرون بالتأكيد جمالياتها من أول الدخول لهذا المهرجان. حدثينا عما يميز هذه النسخة. طبعا نحن هني في مهرجاننا إكسبوجر في نسخته السابعة على التوالي، منظمين المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، نجمع كافة المصورين العالميين في هذه المنصة التي تعرض جميع الصور. كل صورة تتحدث عن قصة، يوم تسمعين المصورين يتكلمون كل واحد يشرح لك قصة كل صورة صورها، من الزاوية اللي صورها، الفكرة، الأحداث اللي سويت قبل ما يصور فيها الصورة. يعني ما تقدرين، ما تعرفين كيف تعبرين عن شعورك يوم تعرفين أحداث الصورة وكواليسها. بالتأكيد هناك خلف كل صورة قصة عايشها المصور. ما شاء الله، في البداية نبارك لكم نجاح هذا المهرجان، ولكن في كل سنة يبهرنا بهذا التنظيم المميز، يبهرنا بهذا الإبداع المميز، بطريقة العرض، بطريقة التنظيم. ما سر نجاح المهرجان من وجهة نظرك؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين. ثاني شيء طبعا نشكر كل اللي ساعدونا في نجاح هذا المهرجان، سواء كانوا من موظفين، من شركاء، من إعلاميين. أنتوا كتلفزيون الشارقة كنتوا ويانا من أول يوم، ما قصرتوا ويانا من أول يوم لين آخر يوم ويانا. نشكر كل المتدربين والقائمين على نجاح هذا البرنامج وإكسبوجر بشكل عام. نعم، للإعلام مثل ما ذكرتي دور جدا مهم طبعاً في الترويج لهذا المهرجان، لتسليط الضوء على الجهود، لتسليط الضوء على الورش والأنشطة والفعاليات، وللمامكم بأهمية هذا الدور الذي يقوم به الإعلام. بالتأكيد حرصتم على توفير بعض التسهيلات والخدمات للإعلاميين، حدثينا عن هذا الجانب. طبعا ما نختلف في القول أن الإعلام هو شريك النجاح حق كل الفعاليات اللي تتسوى في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. طبعا نحن حصنا في إكسبوجر في دورته السابعة، حرصنا على أن نكبر مساحة المركز الإعلامي بحيث أن الطاقة الاستيعابية للمركز تكفي كل الإعلاميين الموجودين اللي يغطون بشتى أنواع الإعلام. وفرنا لهم كل الوسائل اللي يحتاجونها. طبعا الإعلام نفس ما قلتي في البداية، يعني إذا الإعلام ما كان حاضر تحسين الفعالية مش موجودة ومش واصلة، فالحمد لله. الحمد لله، بالفعل هذا التنظيم المميز يعني سهل عملية الإعلاميين في نقل الصورة، في نقل الحدث، في نقل هذه الجهود المبذولة. في هذه النسخة كما في سابقاتها حرصتم على استقطاب المهارات والخبرات العالمية سواء عربية أو أجنبية، حدثينا عن تقريبا يعني الأعداد المشاركة. طبعا هاي السنة عندنا ما يقارب 74 مصور عالمي، خلينا نقول في حدود 6 أو لين 10 منهم عرب. طبعا يعني الجنسيات تختلف، الأعمار تختلف. عندنا حتى مسابقة كانت للأطفال، شارك فيها أكثر من 180 طفل من 180 أكثر من 180 دولة. طبعا يعني نفس ما تشوفين المعرض ما شاء الله تبارك الرحمن وايد كبير. هاي السنة المعرض أكبر من أي سنة طافت، كبرنا فيها المعارض، كبرنا فيها، زدنا أعداد الصور المعروضة، أعداد الورش العمل اللي تتسوى، الحوارات. من الأشياء الجديدة اللي عرضناها في هاي النسخة عندنا منصة إكس، نعرض فيها حوارات، أفلام سينمائية، عندنا نقاشات، أيضا عندنا ورش العمل موجودة. ومن الأشياء أيضا الجديدة اللي موجودة هني عندنا معرض صور الفضاء ما شاء الله، هي مخصص كامل المعرض حق صور الفضاء من شركة ناسا ما شاء الله. فنقدر نقول أن هاي السنة في أشياء جديدة قمنا بها لجعل المعرض بشكل عام مناسب لجميع الأعمار. ما شاء الله، هذا التنوع الكبير في هذا المهرجان والصور المعروضة، يعني تقريبا
1794 صورة. نعم. ما شاء الله تنوعت ما بين معارض فردية ومعارض جماعية. حدثينا عن هذا الموضوع يعني وكيف هذا التنوع واختياراته. طبعا الصور كلها تمر في لجنة التحكيم. هاي لجنة التحكيم تتضمن مصورين عالميين. الصور طبعا تمر في موضوع دقيق جدا، يختارونها بدقة من زاوية الصورة، من الإضاءة، من الإضافات إلى الصورة، يعني عدة أشياء مختصة. نعم. في الصورة طبعا نفس ما قلتي أكثر من 1700 صورة معروضة عندنا في المهرجان. كل معرض يختلف، في منهم اللي مصورين صور البورتري، في منهم اللي مصورين صور طبيعية، في منهم مصورين صور بالهاتف المتحرك. فكل صورة تختلف عن الثانية بالتأكيد، يعني تتنوع المجالات. نعم. ومثل ما استضفنا العديد من المصورين ما شاء الله في مجالات مختلفة شاركوا في هذا المهرجان، وربما بعض اللقطات التي كنا نراها بين الحين والآخر لأطفال ما شاء الله، أطفال المدارس والتلاميذ والطلبة جاءوا للاستمتاع بهذا الجمال، ومثل ما نعرف يعني هم الهواة والمحترفين المستقبليين بكل تأكيد. نشوفهم الآن على الشاشة كيف أن لهذه الهواتف الذكية أن تخرج لنا بهذا الإبداع المتميز من خلال التقنيات التي تستخدم بكل تأكيد وزوايا مختلفة. هذا المهرجان هناك استعدادات ربما كانت بالأشهر والعمل الدؤوب حتى في النهاية تكون النتيجة بهذا الإبداع والإبهار. حدثينا عن استعداداتكم. طبعا استعداداتنا للمهرجان تاخذ نفس ما قلتي عدة شهور. نحن من الحين ياسين نجهز حق السنة الجاية ما شاء الله. فنعم الفريق كامل بدأ حق اكسبوجر 2024 باذن الله. اللي حاب يقدم حق الصور يدخل الموقع ويبدا يقدم من الحين عشان يضمن معرضه ان شاء الله حق السنه الجايه. حابين ان السنه الجايه نشوف مواطنين وعرب زياده، نحب ان نشجعهم ونقول لهم ترى الصور اللي تصورونها مو بعاديه، كلكم تصورون صور حلوه، كل صوره وراها قصه، فنحن حابين نشوف كل الصور الجميله اللي انتم تصورونها ونعرف كل قصصكم اللي فيها. ما شاء الله، يعني هناك لا مجال هناك للراحه والسكون. نعم. في عمل دؤوب، يعني ليس فقط بالافتتاح و يعني وصول هذا المهرجان لهذا النجاح وهذا التألق، أنتم في صدد البدء بالنسخة القادمة. القادمة إن شاء الله. ما شاء الله. خلينا نتحدث أكثر عن هذه الاستعدادات، يعني منذ تلقي الخبرات، يعني وبالتأكيد يعني تحرصون على في ظل هذا المهرجان على التواصل مع المصورين. أكيد. والجهات والجمعيات والاتحادات، حدثينا أكثر عن هذا الجانب. أكيد يتم التواصل أول شيء ويا المصورين. مرات المصور يعرض صوره لكن ما يعرف ان صورته فنانه، هذا الابداع يعني. هي صوره مميزه تكون. نحاول نتواصل ويا اكثر من مصور، سواء احنا كنا شايفينه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي او وصلتنا الصوره من عند حد. نحاول نتواصل ونكبر المعرض كل سنه، كل ما كانت الصور مختلفه من زوايا مختلفه من افكار مختلفه تحسين المعرض يكون عنده ابداع وتميز اكثر. بالتاكيد وتنوع اكثر ما شاء الله، وان الفرصه متاحه لكل مبدع ولكل هاوي لهذا المجال، ان هذا المهرجان ليس مخصص فقط للمحترفين ولكن حتى الهواة لهم يعني مشاركات في هذا المهرجان. بالضبط. ولاحظنا كذلك هناك فعاليات مخصصة كذلك للأطفال، تعليمهم فنون التصوير وأساسيات التصوير الفوتوغرافي. ما شاء الله يعني دخلتوا اليهال ما شاء الله كذلك في هذا الجانب، حدثينا عن هذه الفكرة. السنة اللي طافت بعد الدورة السابقة كان عندنا حضور للأطفال والمدارس والجامعات أيضا. عندنا في ورش العمل ورش مخصصة، المصورين اللي مشتركين ويانا في المعارض هم يعرضون، هم يبدون ويطرحون ورشة العمل في تعليم الأطفال أو أي زائر يقدر يشترك عندنا. مثلا فنون التصوير أو طريقة التصوير أو مثلا الزاوية اللي المفروض تصور منها. فورش العمل اللي نحن نطرحها ترى مفتوحة للجميع، والتسجيل يكون لها مسبق، في منها المدفوعة وفي منها اللي دخولها يكون مجاني، لكن هي متاحة لجميع الأعمار وتناسب جميع الأعمار. ما شاء الله. فلا تفوتون آخر يوم، تعالوا زورونا واستنسوا ويانا في المعرض. ما شاء الله. كذلك التنظيم وطريقة توزيع ما شاء الله المعارض على مستوى أرض إكسبو
يعني تم تنظيمها بشكل جميل وشكل مبدع، وخصوصا أنا اللي لفتني المدخل عند الدخول لهذا المهرجان وكأننا دخلنا داخل الكاميرا، وهذه كانت الفكرة. حدثينا عن هذه الفكرة المبدعة. طبعا كل سنة نحاول نطرح أفكار جديدة يوم نسوي المهرجان، لكن هاي السنة دخلت المهرجان كانت كأنك تدخلين من خلال العدسة، وبعدين تدخلين المهرجان وتشوفين كأنك تشوفين من الكاميرا كل مصور المعارض اللي موجودة. بالتأكيد، وكأن يعني عايشنا معاه هذه القصة الملهمة. كذلك جانب يعني إبهار الزائر لهذا المهرجان من خلال أشعة الليزر اللي يشوفها، كذلك عروض جميلة ضوئية ما بين الظل وما بين الضوء، هذا التباين والتمازج الجميل، وكأنه عالم آخر يأخذ الزائر لي يعني مزيد من الإبداع، ويضفي كذلك على الصور المزيد من التألق. كيف استوحيتوا هذه الفكرة؟ يعني خلينا نقول نحن نحب أن ندمج من بين أن الأشياء الإبداعية والمميزة مع الصور المعروضة. نفس ما أنت قلتي، كل ما تحطين هاللمسات البسيطة تحسين المعرض تزيد جماليته. صحيح. فهاي من الأشياء البسيطة اللي نحن مسوينها عشان نزيد من جمالية المكان. بالتأكيد. في اليوم الختامي كيف وجدتوا يعني تفاعل الجمهور، أقبال الجمهور، وهل هناك يعني مثلاً مقترحات معينة تلقيتوها بأن النسخة الثانية، مطالبات الجمهور بأن نريد كذا، ركزوا على هذا الجانب، ضيفوا أكثر من هذا المجال، عجبهم مثلا جانب معين وحابين أن يتم التركيز عليه؟ خليني أقول لك عن السنين اللي طافت، كان إكسبوجر على مدى 4 أيام بس، نظرا لطلب الجمهور مددنا لمدة 7 أيام. صحيح. عشان يتسنى لك جميع الفئات أن تي وتزور المعرض. نحن ما شاء الله هاي السنة الإقبال عندنا 125% عن السنين الفائتة، والمعرض الحمد لله أكبر من أي سنة طافت. من الأشياء اللي وصلتنا اللي حابينه أن نزيد فعاليات الأطفال، بما أن الأطفال بدوا يجون ويستمتعون في المكان، فإن شاء الله في السنة الجاية إن شاء الله. واللي يميز ربما هذه النسخة كذلك منصة إكس، هي يعني جانب مضاف للمهرجان ومتميز. حدثينا أكثر عن هاي المنصة. نفس ما قلت لك، منصة إكس إضافة مميزة هاي السنة وإضافة جديدة تعتبر لمهرجان إكسبوجر. المنصة تحتوي على حوارات، تحتوي على ورش عمل، وتحتوي أيضا على أفلام سينمائية تعرض على الشاشات. فالمنصة بشكل عام تكون شغالة من الساعة 10 الصبح لين الساعة 10 المساء. الجدول كامل موجود على الموقع الإلكتروني لإكسبوجر أو على الكتيبات اللي موجودة على البوابة الرئيسية، ونفس ما تشوفين عندنا شاشات عرض موزعينها في كل مكان عشان يشوفون جداول كل مكان، سواء كانت منصة إكس أو غرف ورش العمل أو الحوارات الجماعية ما شاء الله أو حتى المسرح الرئيسي. نأكد على السادة المشاهدين، المهرجان يستقبل زواره اليوم إلى الساعة كم؟ إلى الساعة 10 مساء. ما زال المجال مفتوح للساعة 10 مساء لزيارة هذا المهرجان والاطلاع على هذا الإبداع والاستفادة كذلك من الورش المتنوعة. هناك اللي حاب مثلا أن يقتني آخر مثلا ما توصلت للتكنولوجيا في مجال التصوير، مثلا شاف قطعة معينة وحاب أن يقتنيها، هناك المعرض التجاري. أيضا المعرض التجاري من ضمن المعارض الموجودة في المهرجان، عنا عدد كبير من اللي مشتركين ويانا. كل الأشياء التجارية اللي تنباع هني خلال يعني كانت من البارحة واليوم، خلينا نقول عليها خصومات حصرية فقط اللي يجونا وزوار مهرجان إكسبوجر. هذا عرض جدا مميز للزوار، وربما هذه فرصة ذهبية للمصورين. طبعا عندنا مختلف الأشياء، سواء كانت كاميرا أو عدسة أو أي شيء يخص الكاميرا من ترايبود يعني إلى ذلك. نعم، ولكن في البداية يجب يعني التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني. يفضل التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني أو عند الحضور عند البوابة. ما شاء الله، إذن في أريحية، يعني اللي أريحية. ما سجل على الموقع الإلكتروني يقدر يسجل عند الحضور. جميل جدا. بالإضافة للمعرض التجاري كذلك حفلات توقيع الكتب، يعني الثقافة حاضرة حتى وإن كانت يعني هذه الفعالية والمهرجان
موجه للتصوير الفوتوغرافي، ولكن للكتب حضور كمال الشارقة وعهدنا الشارقة طبعاً. يعني أن يكون للكتاب حضور، حدثينا عن هذا الجانب. نحن في إمارة الحضارة والثقافة والقراءة والكتاب، فطبعا ما ننسى موضوع الكتاب. عندنا مكتبة حصرية هني يوقع فيها كل المصورين العالميين كتبهم المنشورة، أوقات التواقيع وأيامها موجودة بعد على الجداول في الموقع الإلكتروني أو على الكتيبات عند البوابة أو نفس ما قلت لك على الشاشات الموزعة. ما شاء الله. وفي يعني خلال هذا المهرجان تم تكريم الفائزين، تم توزيع جوائز وجائزة المصور الصحفي المستقل، هذه جائزة كذلك مميزة وكذلك تشجع المصورين على المزيد من الإبداع. حدثينا عن الجوائز. عندنا أكثر من 8 فئات نكرم عليها ويحصلون عليها جوائز، منها البورتري، فئة البورتري، منها فئة الطبيعة، فئة التصوير بالهاتف المتحرك. حتى عندنا جوائز كانت الفئة تصوير الأطفال، نفس ما قلت لك شاركوا فيها أكثر من 180 دولة. أطفال يعني الأطفال كانوا جدا حابين الفكرة، هناك شغف للتصوير. عشان شي أقول لكم كل اللي يحب التصوير يشاركنا ويسجل معنا حق السنة الجاية. الجوائز متنوعة والفئات نفس ما قلت لك أكثر من 8 فئة، هم 8 فئات عندنا للجوائز. ما شاء الله. ما هي الفئات؟ ذكرت إن فئات للطبيعة، للطبيعة والبورتري، وعندنا الصحفي، وعندنا الهاتف المتحرك، وبعد عندنا 4 زيادة. ما شاء الله. يمكن التصوير المعماري مثل استضفنا البيئة، والفضاء والفلك وما إلى ذلك بالضبط. والثقافة والحضارة ما شاء الله. لكل جانب ولكل محب نحاول نغطي كل الجوانب اللي يعني شوفي سبحان الله كل واحد يحب شيء. صحيح. فنحن نحاول في المهرجان أن نضم كل الأشياء اللي العالم كلها تحبها. المهرجان عالمي يضم مصورين عالميين. صحيح. الناس اللي تينا كل إنسان شغفه في الحياة يكون غير عن الثاني، فنحب أن نحن نكون حارصين على أن نلم بكل الفئات اللي موجودة للتصوير. والجميل في الموضوع أستاذة سمية يعني لم تقتصر المشاركة فقط على تصوير العدسات للكاميرات كما هو متعارف، ولكن جانب يعني الهواتف الذكية والهواتف المتحركة جدا يعني مهم، وهو جانب مثل ما نشوف انه منتشر بشكل كبير، فمن الضروري ان يتضمن كذلك التصوير طبعاً. الفوتوغرافي جانب الهواتف الذكية. هناك معايير معينة ربما لترشيح بعض الصور، وهذه الصورة فايزة وهذه الصور لا فيها هناك ملاحظات، فما هي المعايير؟ الصور كلها اللي تعرض في المعرض تمر على لجنة تحكيم. لجنة التحكيم عندنا تتكون من مصورين عالميين، يتم اختيار الصورة بدقة عالية، تمر في يعني عدة خلينا نقول عدة مراحل. نعم. نفس ما تعرفين نختار الإضاءة، الزاوية اللي مصورين منها الصورة، الطريقة اللي تصورت فيها الصورة، حتى الألوان اللي في الصورة، فمراحل كثيرة تمر فيها عشان يتم اختيار الصورة. ولكن لجنة اختيار هذه الصور هم من محترفين بالتأكيد طبعاً. في مجال التصوير مصورين عالميين ما شاء الله. يعني اللي فاز بالفعل يستحق الفوز أكيد. لأن الصورة هذه مرت على خبراء في التصوير. كذلك القمة البيئية، ربما يعني الجانب البيئي وجانب المسؤولية المجتمعية له دور كذلك في هذا المهرجان، التوعية بأهمية الحماية البيئة والتغير المناخي الحاصل، وما تم مناقشته كذلك في القمة البيئية وثقتها عدسات المصورين لإيصال هذه الفكرة للجمهور وللعالم كذلك. حدثينا عنها القمة البيئية. القمة البيئية هاي الدورة الثانية لها، هاي السنة كانت تحت شعار تغير المناخي. نعم. ضمينا عدد كبير من الناس اللي مهتمين في البيئة، يعني خلينا نقول أن نحن نشوف البيئة حاليا في شو تمر من ظروف، تغير المناخي في شو ياسي أثر علينا نحن كناس ساكنين على الكرة الأرضية. الكرة الأرضية ياسي تمر في مراحل تغير كلها كانت بسبب تغير المناخي، والتغير المناخي اللي استوى كان كله بسبب أشياء نحن سويناها. نعم. خلينا نقول مثلا من أشياء البلاستيكية اللي نستخدمها وما إلى ذلك. ففي القمة البيئية نحن تناقشنا عن كل هاي الأشياء عن طريق الصور، كان عندنا مصورين هاي اللقطات فعرضناها وتناقشنا فيها، وكان فيها كم من جلسة بس الحمد لله يعني
كانت ما شاء الله قمة جميلة. قمة جميلة بالفعل، وتم تسليط الضوء على هذا التغير المناخي وكيف يعني سلوكيات الإنسان غير المسؤولة قد تؤثر في النهاية على مستقبل الكوكب وتداعياته والاحتباس الحراري والملوثات وما إلى ذلك. يمكن رأينا بعض المعارض التي وثقت هذه الصور المؤسفة لهذا التلوث الحاصل سواء في قاع المحيطات وحتى في الشواطئ، وكيف تأثرت الحيوانات لا حول لها ولا قوة، ولكن قد تفقد حياتها وقد تنقرض بعض الحيوانات. هذه تداعيات بالتأكيد تأثير التغير المناخي. في هذا المهرجان، وهذه دعوة مرة أخرى للسادة المشاهدين للاطلاع ما شاء الله الصور، كيفية العرض وكيفية يعني إيصال هذه الفكرة للسادة المشاهدين، من هي اللجنة أو كيف حرصتم على أن تكون هناك لجنة مختصة بتوزيع المعارض، بتنسيق هذه الجماليات، مداخل ومخارج المعرض حتى لسهولة الزائر أن يطلع على هذه الصور؟ أول شيء أتوجه بكل الشكر والتقدير لكافة موظفين المكتب الإعلامي، من إدارة، من موظفين، من متطوعين، من متدربين. المهرجان ما كان بينجح لو ما كان في عمل جماعي، كل الإدارات تشتغل مع بعض، كل إدارة تمسك شيء عشان تبرز جمالية الموضوع، سواء كان من ديزاين، سواء كان من توزيع معارض، سواء كان من نفس ما قلت إضاءات موزعة في المكان أو أفكار جديدة مطروحة، سواء كانت كمنصة إكس أو القمة البيئية أو حتى أي أفكار ثانية معروضة في ورش العمل. فالشكر لجميع موظفي المكتب الإعلامي ولجميع الشركاء ولجميع الإعلاميين اللي زارونا ووثقوا لنا كل هاي الأحداث، وجزيل الشكر حقكم أنتم تلفزيون الشارجة. هذا واجبنا أستاذ سمية، كنت ويانا من أول يوم ما ننسى فضلكم علينا. هذا واجبنا كذلك، والشكر كذلك لكل القائمين على هذا الحدث المهم، ونبارك لكم مرة أخرى نجاح المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر، وإن شاء الله في تطلع للنسخة القادمة للعام المقبل بإذن الله. سعيدين بوجودك معنا اليوم، شاكرين حضورك ومشاركتنا. شكراً. كل الشكر والتقدير للأستاذ سمية عبد العزيز عبد الله، تنفيذي تسويق في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.